هنفهم اكتر. هنكون معانا الاستاذ ماهر صافي المحلل السياسي. اهلا بك يا فندم منورنا. اهلا بيك، مساء الخير لك وللمشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني النهارده كان عندنا تطورين لافتين الحقيقه، لكن هبدا طبعا تصريحات، عندنا تصريحات كمان وزير الماليه الاسرائيلي المتطرف سموتريتش اللي بيطالب فيها بفرض السياده والتوسع الاستيطاني في الضفه الغربيه وضم الضفه الغربيه. صحيح. نعم، وده بالتزامن مع دعوات لمحاكمه نتنياهو في الداخل واستدعائه ايضا من قبل المحكمه ورفض طلب التاجيل. لو بدات معاك بمحاكمه نتنياهو، كيف هي الامور فيما يتعلق بالملاحقات القضائيه في الداخل الاسرائيلي؟ يعني الملاحقات القضائيه لنتنياهو يعني ليس جديده، هي منذ كما تحدث منذ اكثر من 4 سنوات، وظهرت على السطح بعد ما حدث في غلاف غزة وطوفان الأقصى. طوفان الأقصى كشف نتنياهو عن حقيقته. لماذا؟ نتنياهو عندما دخل الحرب لا يريد أن ينهيها. لماذا؟ لأن بنهاية الحرب نهاية مستقبله السياسي. مستقبله السياسي يعني لم يستطيع نتنياهو إنهاء الحرب، لأنه يعلم جيدا أن هناك قضايا فساد مرفوعة ضده، وهو يريد أن يؤجل ويؤجل ويؤجل حتى لا يخضع لمحاكمة، والمحاكمة نتيجتها هو أن يكون معزول عن الحكم بشكل نهائي. أيضا التحقيقات في غلاف غزة وما حدث 7 أكتوبر لا زالت مجهولة، لا زالت لا يريد نتنياهو الحديث عنها، لا يريد التحقيقات. فبالتالي كل هذه القضايا وضعت نتنياهو في بوصلة المحكمة من أجل أو النيابة من أجل محاكمته ومساءلته وعما دار وعما جاء في القضايا التهم الموجهة له في فساد وفي اختلاس وفي التعرض لأموال إسرائيل أو أموال الدولة لحسابه الخاص. كل هذه القضايا جعلت من نتنياهو أن يستمر في حربه على غزة لأكثر من 400 يوم، ولا يريد أن ينهيها لأنه يعلم جيدا طبعا أنه سيتم محاكمته. لكن إلى أي مدى بتشكل هذه القضايا خطورة فعلية، خاصة قضية الفساد الكبرى، لأنها مستمرة زي ما حضرتك ذكرت لسنوات الحقيقة، وهل تعتقد أن هي ممكن تؤثر بشكل او باخر على نتنياهو في اثناء مسار الحرب، ولا ما تعتقدش؟ يعني انت يعني طرحت سؤال مهم جدا، هل ستؤثر عليه في مسار؟ لن تؤثر عليه، والدليل انه مستمر في حرب الاباده، واكثر من جبهه مستمر في سواء كان في غزه حرب اباده، سواء في لبنان تدمير القرى اللبنانيه. التجرؤ نتنياهو ليس وليد الصدفة، لكن المشكلة الرئيسية أن الإدارة الأمريكية أعطت لنتنياهو الضوء الأخضر في التوغل وفي التجرؤ وفي ضرب لبنان وضرب غزة، وأيضا الحديث عن موضوع ضم الضفة الغربية كما تحدث وزير المالية سموتريش عن يعني المخططات. بالمناسبة إسرائيل منذ بداية 7 أكتوبر وهي تبني وتضم العديد من الأراضي وتقيم عليها المستوطنات التي قسمت الضفة الغربية إلى كانتونات، يعني الطريق الواصلة من مدينة لأخرى يتراوح مسافتها 4 إلى 5 ساعات حتى يصل المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية إلى مكان سكنه أو عمله. هذه نعم. الأمور التي وضعتها إسرائيل سواء. وهناك اليوم دعوة هو جديدة بيجددها اليمين المتطرف لمواصلة سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، رغم إدانات عربية وعالمية واسعة، وفي مقدمتها أيضا مصر لوزارة الخارجية أصدرت بيان رسمي أدانت فيه هذه التصريحات. الاستيطان الإسرائيلي والاستعماري في الضفة الغربية وتهويد القدس لم ينتهي حتى منذ أن كان ترامب على الحكم، وكانت إسرائيل تزيد من مساحة المستوطنات لتغيير الشكل الجغرافي والديموغرافي والتأثير على الأرض في الضفة الغربية. وكان الحديث كثيرا عن موضوع التهجير وموضوع نقل سكان الضفة الغربية إلى الأردن،
وما حدث من تصريحات لنتنياهو ولغيره من القادة الإسرائيليين بشأن غزة، كل هذه الأمور يعني تتلخص في أن إسرائيل تحاول بقدر الإمكان إخراج غزة وإخراج الضفة الغربية والسيطرة الكاملة على القدس الشريف. فبالتالي هذه المخططات ليس بحديثة، هي قديمة، ولكن إسرائيل استغلت الفرصة واستغلت انشغال العالم بما يحدث في غزة وبعض العمليات والتوغلات في الضفة الغربية، ونسيت القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية الإدارة الأمريكية عملت على تجميدها من خلال سياسة الأقوال لا الأفعال وازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية والكلب بمكيالين. المشكلة الرئيسية أن مفاوضات السلام كانت تدور وإسرائيل تضم العديد من الأراضي وتقيم عليها المستوطنات سواء المدنية أو الأمنية أو العسكرية من أجل القضاء ومن أجل تقليل من مساحة الضفة الغربية، وهذا يحدث حاليا في قطاع غزة. إسرائيل تحاول أن تقلل بنسبة 40% من مساحة غزة لتقيم عليها طبعاً ما يدعون. وحتى يعني كانت هناك تصريحات أيضا متطرفة على فصل الشمال عن بقية غزة وأنهم لن يعودوا للشمال مرة أخرى. الآن هو فصل الشمال وإقامة أكثر من 3 محاور في قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، ورفح تتعرض لعمليات مسح والشمال يتعرض لعمليات مسح، لم يتبقى إلا المنطقة الوسطى وجزء من مدينة خان يونس. أنا بشكر.